والله النهارده الماتش كان طبعا المباراه كانت صعبه جدا، احنا شفناها رايحه جايه رايحه جايه وقعدنا لغايه الشوط الرابع واحنا حاطين ايدينا على قلبنا. لكن الحقيقه الرجاله عندنا عملوا اللي كان المفروض يعملوه واللي احنا كنا متوقعينه يعملوه الحمد لله. النهارده ماتش فارق، والحقيقه فريق الشمس فريق جامد وقوي، والحقيقه احنا كان ند قوي طول المباراه، واحنا سعداء ان الماتش الاخراني كان فعلا مع فريق الشمس. مباراه صعبه، فرقتين مستوى قريب جدا ومباراه بطوله يعني الحمد لله. قلت لهم لازم نقاتل، لازم نقاتل ونفايت على كل كوره يا جماعه في الديفنس وفي الاوفنس. الحمد لله احنا قابلناهم اربع مرات السنه دي، كسبنا ثلاث مرات، فاحنا يعني حافظين بعض اكتر في الجيم ده، يعني مستعدين طبعا طول السنه، بقى لنا 11 شهر بنتمرن عشان اليوم ده. والله احنا الحمد لله يعني ربنا كرمنا، احنا كنا في دوري اسكندريه كنا ماشيين يعني فريق سكور كتير، فطبعا ماتشات النهائيات ديت لازم تبقى فيها مأزمه، ما فيش ماتش بيخلص بفريق كتير. فكابتن اسامه اشتغل على الماتش وربنا كرم، وكابتن عبد الظاهر ما شاء الله فرقه كويسه وفرقه محترمه تستاهل كل خير يعني، فاحنا بتعليمات الكوتش الحمد لله ربنا كرمنا يعني لا مباراه صعبه الصراحه، فرقتين متكافئين جدا. احنا ديتيلز بسيطه في الماتش فكرنا فيها وقفلنا على المفاتيح بتاعتهم، الحمد لله ربنا وفقنا الحمد لله. طبعا دي مباراه كاس، يعني اللي يكسب هو ياخد الكاس، فرقه محترمه زي ولا حضرتك، فالحمد لله ربنا وفقنا النهارده وربنا يكرم في اللي جاي ان شاء الله في الممتاز. والله الحمد لله ماتش صعب طبعا، كنا طمعانين في المركز الاول، هو اول مركز وثاني مركز بيصعدوا، هو ماتش بس الكاس، الحمد لله كنا طمعانين في الماتش وربنا رضى الحمد لله ان احنا نكسب الماتش. اصعب ماتش في الدوري، احنا بنتمرن من شهر 7، كانت سنه طويله قوي، الحمد لله ختامها كان مسك واخدنا الدوري الحمد لله. احنا استعدينا، احنا بقى لنا اسبوع او 10 ايام بنستعد للمباراه ديت، الحمد لله يعني احنا تعبنا جامد وربنا كافئنا الحمد لله يعني، وبسبب الخبرات والناس بصراحه رجاله الحمد لله قدرنا نفوز بالمباراه. الحمد لله طبعا على الصعود، لان احنا كنا ايكوال، اللي هو الماتش النهارده هو اللي يحدد الاول من الثاني، بس كده كده الفرقتين صاعدين للممتاز الف. هو بس امبارح انا كان عندي ماتش تقيل جدا مدينه نصر، فمعظم لعيبتي يعني استنفذت امبارح في الجيم، فالنهارده تعبانين شويه، بس طبعا هو كان ماتش امبارح هو الاهم، لان هو ده اللي كان يضمن الصعود يعني. هم كل مباراه بينزلوا بيأدوا بصراحه بقوه جدا، احنا كسبانين الاربع ماتشات اللي فاتوا ودي المباراه الخامسه، فهم عارفين اهميه انك تبذل مجهود في الملعب وتتعب عشان منظرك انت حتى كلاعب قبل النادي. وطبعا احنا كلنا بنحب نادي الشمس ومعظم اللعيبه يعني ضحت بحاجات كتير قوي حتى في حياتها الشخصيه وفي شغلها عشان نقدر نحقق انجاز زي ده. اول حاجه قدر الله ما شاء فعل، الحاجات دي بتبقى مكتوبه، دي اول حاجه. تاني حاجه هي المباراه كانت صعبه، وزي ما كل الناس عارفه فرقه الشمس وفرقه الشرقيه من اكبر الفرق في الدوري وند لبعض طول الدوري، فعادي مره هنكسب مره نخسر، ربنا ما قشاش النهارده يعني عادي. الحمد لله قدرنا نلعب، بس احنا كنا تعبانين شويه من الماتشات اللي فاتت، عشان الماتش اللي قبليه على طول كان ماتش لازم نكسبه عشان نصعد، فالحمد لله قدرنا نعمل ده. فالنهارده جايين اوريدي مجهدين، وكوتش قال لنا طبعا كلام بيحاول يحفزنا ان الماتش ده على البطوله وعلى الدوري وعلى الكلام ده كله، واحنا حاولنا بس زي ما قلنا ربنا ما قشاش الحمد لله.